أحد أن العمل في المختبرات لا يخلو من المخاطر المتعددة كالحرائق والتسمم بالكيماويات وتسرب غازات سامة أو مهيجة ناتجة عن التحضيرات أو التجارب العملية وغيرها من المخاطر. من هذا المنطلق نظمت كلية الطب جامعة صنعاء ورشة عمل حول السلامة في المعامل الكيماوية في الجامعات. نشر ثقافة السلامة في داخل المعامل، حيث احنا بصراحة بنفتقدها في بلادنا مثل اي بلاد اخرى في العالم الثالث. نحتاج ان احنا نعززها بين طلابنا، بين الباحثين، بين الفنيين. اكاديميون طالبوا بتحسين وضع المعامل داخل كلية العلوم بجامعة صنعاء الذي بات يهدد مستخدميه من الدكاترة والطلاب بالكثير من الاخطار. كلية العلوم يعني الكلية تأسست سنة 73، المباني قديمة، فبالتالي السيفتي أو السلامة المعملية تكاد تكون قليلة جدا أو منعدمة، فبنطالب بتوفير كل إجراءات السلامة بتكون في داخل المعمل. معرفة الاحتياطات العامة للسلامة في المختبرات الكيميائية والمخاطر والإصابات أهداف عامة سعت الورشة للتعريف بها. هدفت هذه الورشة إلى توعية، نشر ثقافة السلامة في المعمل، الإجراءات السليمة أثناء التواجد والعمل في المعامل، وأيضا زرع الوعي والتدريب حول الإسعافات الأولية في حالة ما يحصل حوادث لا قدر الله. لا يحتاج المشارك في ورشة العمل إلى أي اختصاص، إنما الخلفية المهنية والوظيفية في العمل المعملي والمخبري ليتعلم القواعد الوقائية التي ينبغي معرفتها. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء.